أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وصل أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك رح نتحدث اليوم في حلقة يمكن ما عالجناها ولا تناولناها في الماضي اللي هو التحرر من الذهن المشوش وإحنا عايشين بعصر بنسمع انه انا فكر مشوش مشتت مش قادر اركز هذه الافكار عم نسمعها بشكل مستمر والبعض بروح لمشاكل اصعب ولا سيما اللي عم في الشرق الاوسط والاحداث السياسيه من المهجرين والنازحين كثير ناس عندهم حيره في اذهانهم وعندهم تساؤلات وشكوك في أذهانهم اللي عم بصير شو السبب وليه وليه الله بيسمح وكثير ناس وصلت إلى وضع أنه تشوشت فكريا من كل الأحداث سواء السياسية والظروف الاجتماعية الصعبة ولا سيما فكرة التهجير وأن يكون نازح في بلد آخر بعض الآخر وصل الوضع فيهم إنه عنده أو عندها تساؤلات كثيرة إلى درجة إنه هذه التساؤلات ابتدى ينكر وجود الله وابتدى ينكر الأسباب المهمة للحياة بسبب إنه مش قادر يركز مش قادر يفهم الموضوع وطبعا لما الواحد بيكون في خضم الموضوع او خليني احكيها بتعبير ابسط لما الواحد بيكون في الوحل صعب يشوف بمنظار الا تيحلق من فوق يستطيع ان يرى بمنظار اخر حتى يستنير ويشوف الموضوع بمنطلق بيختلف. رح نتكلم عن هذا الموضوع، أنا بدعوك إنك تشاهد هذه الحلقة ورح نفتح الخطوط بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، إذا عندك أي تساؤل، إذا عندك أي مداخلة بنحب من نسمع منك. ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير. اعزائي اهلا ومرحبا بكم مره اخرى حديثنا في هذه الحلقه عن التحرر من التشويش الذهني ولاول مره يسرنا ان نستضيف الى برنامج ليكن نور الدكتور القس يوسف بخيت اهلا وسهلا قسيس يوسف اهلا وسهلا قسيس نزار اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين لقناة الحياة في كل مكان في برنامج ليكن نور. آه ربنا يباركك، طبعا أمين. الموضوع عشان أكون صريح معك شوي، الموضوع غريب من نوعه يمكن مش بس علي أكيد على بعض المشاهدين. لما نقول الحرية من التشويش الذهني شو المقصود؟ شو بتقصد في الكلمة؟ آه بقصد الحقيقة إن مرات كثير أذهلنا كبشر مع كل الظروف اللي بنمر بها في العالم م. بنفاجئ ان احنا مضغوطين او مش بنعرف نركز او مرات مش عارفين ناخد قرار بحسب مشيئه الله او مرات بنفاجئ بنسيان غير عادي تبقى الحاجه في دي بدور عليها بفتش عليها في كل مكان ولسه حاسه حالا كانت بيدي وما بلقاها شو بيصير؟ طب هاي مش علامات الكبر ممكن تكون ولا؟ الحقيقه هنشوف بعد شويه علامات الكبر وهنشوف ناس كانوا كبار بالعمر بالكتاب المقدس وكان عندهم فهم وادراك وتركيز جيد جدا أه والرب ادالهم هذه المقدره وبعدين منتظروه والرب يجددون قوه يحملون اجنحه كالنسور فكشخص مؤمن حياتي مختلفه عن حياه باقي الناس لان ليا معامله خاصه من الله على حياتي طيب لو حبينا نسقل الموضوع في تعبير عن تعريف للموضوع التعريف التشويش الذهني لانه انت شخص متخصص في هذه الموضوعات إيه اللي ممكن تعطينا من خلال التعريف تعريف التشويش الذهني هو عدم القدره على التركيز في الفكر م. او في العمل او تشتيت الافكار في مره بتلاقي افكارنا عمال تروح وتيجي افكار بناخدها وافكار ب... مرات تبقى الفكره موجوده في ذهني وفجاه الفكره طارت من, من ذهني انا لسه ايش كنت بفكر حالا وكثير بتصير معنا بصراحه مش لاقي بس انا بفكرها علامات الكبر هاي <applause> فتلاقيها طارت او ذهني شارد نفسي اركز عشان بحضر موضوع او باخد قرار او بفكر في شغله مش لاقي التركيز او الارتباك ذهني مرتبك ومش عارف انا هوصل لفين ومرات بسال المشاهدين هل انت مشوش فكريا؟ هل بيحدث في حياتك لغايه النهارده امور بنحاول نفهمها؟ وما بنعرفش نفهمها، مم. مش لاقيين لها تفسير في اذهاننا. مرات بنسال للامور بالذات اذا كنت كمؤمن صارت معايا على هذا المنوال مم. ليش بيحصل هيك؟ وانا ابن لله وانا ليا خطه كبيره. أه بسبب كل ما هو محيط بيحدث في العالم من تهجير، من اضطرابات، من حروب أه احنا احنا فين؟ طب العالم رايح على وين؟ مم. طب والمستقبل رايح على فين؟ مم. ايوه فتزاحم الافكار في دائرة الذهن يخليني أنا مش قادر أركز في أمر معين لا أركز في الشغل لا أقدر أركز في أمور البيت لا أقدر أركز في أمور حياتي لا أقدر أركز حتى في أمور تربية ولادي مش عارف أخد قرار صحيح لأن زحمة الأفكار الكثيرة في الأزمنة اللي احنا بنعيشها جعلت الإنسان ذهنه مش عارف يوصل لفين طيب نخش في الموضوع مباشرة شو الأسباب اللي بتأدي لهذا الموضوع بحسب رأيك هقول لحضرتك الاسباب بس احب اقول جمله مهمه قوي اتفضل وبقولها للمشاهد العزيز أعملنا من صنع افكارنا وضحها شوي أعملنا من, من صنع, صنع أفكارنا. افكارنا يعني كيف بنفكر كيف بنفكر بنكون احنا في حدا عمل اي شغله او اي موضوع بدون ما ياخد فيه تفكير <applause> حد حب يسافر حب يشتغل شغلانه يفتح مشروع يرتبط بارتباط يتزوج ما فكرش قبل ما يروح يتجوز بمين او يرتبط بمين اسافر هالبلد ولا اسافر هالبلد اعمل اعمل لجوء لكندا ولا لاوروبا ولا لاستراليا ولا الامريكا عايز اخد قرار فبسبب كل هاي الزحمه مش هاخد قرار من غير ما عقل ياخد بيه فكر فما فيش عمل عمل في اي حاجه في الدنيا بدون الفكر بدون التفكير والتفكير هي دايره المعركه بين بالذات كمؤمنين بينه وبين إبليس إذا أنا كمؤمن سيطر الروح القدس على ذهني فتصبح أعمالي بروح الله معمولة <applause> وإذا العالم أو الشيطان هو اللي شوش ذهنه سيطر على ذهني فتصبح إما أعمالي جسدية أو أعمالي شيطانية لما بنسمع التعبير في معركة على الذهن أو الذهن هو أرض المعركة هل نقصد الشيء اللي انت بتتكلم عنه حاليا؟ طبعا لما لما يبقى في حرب على الذهن فانا اذا تشوشت مش عارف اخد قرار مم. من مصلحه مين ما اعرفش اخد قرار صح؟ سواء في علاقتي مع الله او في علاقتي مع الاخرين او في قرارات حياتي او مم. في شغلي في مصلحه مين؟ مصلحه ابليس ايوه انه يضرني لان حتى لما نسمع من كلمه الرب لكل المجد يقول الرب يسوع السارق لياتي الا ليسرق, ليسرق. ويذبح ويهلك مم. يقصد بمن السارق الشيطان الشيطان نعم طب عاوز يسرق ايه مني عاوز يسرق افكاري عاوز يسرق احلامي مم. عاوز يسرق فرحي عاوز يسرق سلامي عاوز يحط جواه قلق خوف اضطراب توتر قلق فانا عندي سارق خطير جدا مم. لا يستهان به بي بينجح انه يخترق الفكر عشان كده الرسول بولس لما احنا قرينا في في الوقت البريك الشاهد الكتابي يقول إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب لأن يعني أسلحة محاربتنا ليست جسدية, جسدية. يعني يعني مش همسك أرباجي ولا ولا آلي ولا م. دبابة ولا ولا قنبلة علشان أحارب بيها أمال أسلحتنا إيه؟ لا أسلحة روحية يقول قادرة بالله على هدم حصون. حصون وأول الحصون يقول هادمين ظنونا الظن مرتبط بأيه بالفكر بالفكر طبعاً. طيب الفكر ده بيجي عايز يعمل ايه عاوز يرتفع ويعلو ضد معرفه الله <applause> فالرسول بيقول مستاثرين كل فكر يعني ايه مستاثرين باثر الفكره اللي بيرميها الشيطان في ذهني علشان يبعدني عن دائره معرفه الله ودائره مشيئه الله عشان ابقى أب خارج خطه الله <applause> اذا نجح الشيطان ياخد فكري ويخرجني بره دائره معرفه مشيئه الله <applause> نجح ان انا اعمل اعمال ابليس <applause> لكن اذا فشل واثرت الفكره ورحت للرب ونجحت باسر الفكره وتقييدها وطرحها خارجا واستقبل فكر المسيح هنكون مستعدين لكل عمل صالح لان هنطيع الرب. طيب انا يعني كنت سالتك يعني ايه الاسباب اللي بتقود لتشويش الذهن؟ في اسباب كثيره الحقيقه يمكن اذكر منها خمسه يعني سته سبعه حسب ما يعني. يسعنا الوقت. أول مشكلة مرات تبقى مرات في حياتنا بيحصل فيه مشاكل. مم. مشكلة في العمل، مشكلة في البيت، مشكلة مالية، مشكلة مم. اجتماعية، مشكلة عاطفية أو أكثر من مشكلة، مم. عدة مشاكل بتتجمع بعضها مع البعض. مم. ومرات تبقى عندي توقع لأمور مخيفة تحدث في حياتي. يعني آخد حاجة من الكتاب. كلنا الفكر العام المعروف عن أيوب. مم. ان كل الحروب اللي اجتاز فيها والالام اللي اجتاز فيها كان سببها الشيطان نعم هل تتوقع ان السبب الرئيسي الحقيقي للي حصل في حياه ايوب ايوب نفسه مش الشيطان تقول ازاي لما نرجع لسفر ايوب اصح ثلاثه والاعداد الاخيره يقول لي كما شعر في نفسه هكذا هو فيقول إيه الذي ارتعت منه قد أيوة. جاء علي نعم أتاني. والضجر الذي خفت منه قد أتاني مم. يعني كان خايف أيوب في يوم الأم يتفقر كان خايف يوم من الأيام صحته تهلك كان خايف أن أولاده يموتوا كان خايف إنه كل الغنى اللي عنده يضيع مم. كان خايف من المرض ده كله كان موجود في ذهنه وكان مشوش عليه مم. والناس مش بتاخد لبالها بسبب هذا التشويش الرب استخدم الشيطان بكل الألمات والضربات اللي حلت على أيوب عشان يحرره من الأفكار والانشغالات الذهنية السلبية مم. تجاه حياته وتجاه عمله وتجاه بيته. لكن كان بسمح من الله. كان بسمح من الله. نعم. الله سمح للشيطان نعم. عشان عشان ينقي أيوب نعم. حتى حتى قال إذا جربني أخرجه مصفى كالذهب. كالذهب. يبقى مرات الشيطان يشوش أذهاننا بسبب مشاكل بنحيط فيها. سواء مؤمن ب... حواليا مشاكل، خاطي حواليا مشاكل، بعيد عن الرب حواليا مشاكل، انسان طبيعي، انسان لا اؤمن بالمسيح، الحياه كلها مليانه مشاكل، مليانه معانات فبسبب كل ما حواليا بيخلي ذهني مش قادر اركز. مشكله شغلاني، يعني مره كنت بكنيسه بوعظ، وبعدين كان اخ قاعد بالكنيسه ومركز معايا قوي. انا توقعت انه معجب بالوعظ بتاعي و... ومبسوط قوي بالوعظه فبعد الاجتماع حبيت اشكره لاجل تركيز وانتباه للوعظة عارفه ليه؟ قال لي يعلم رب ما سمعت ولا حاجه من اللي انت قلته. مع كان بيطلع عليك بيطلع عليك. كان بيطلع عليا، ليه يا عم؟ قال لي عندي مشكله في الشغل. فكان كل ذهني وكل تفكيري كيف احل المشكله. اه قاعد بجسمه في قلب الكنيسه، في قلب الاجتماع، ترنيم شغال، وعظ شغال، وهو فين؟ ذهنه مشوه. حتى بره. في ناس ممكن تقرا في الكتاب المقدس لكن مش مضبوط مش ماشي مع الكلمه مركز مش, مش مركز يقول لك انا عمرك كتاب مش بفهم فدي اول مشكله م. ان عندي عده مشاكل حواليا عائليه في الشغل يا. ماليه صحيه كل ده متجمع في ذهني ومشكله واثنين وتلاتة وازداد مشكله ورا مشكله يا. مشكله مع الواد مشكله مع البنت مشكله في الشغل مشكله مع مراتي مشكله متخل... مالية، مشكله مشكله يعني ماليه, مالية. كل ده مجتمع مع بعض يا. فتلاقي الذهن عمل ايه كانك دخلت لو انت بتروح مصر مرات وبعد بتشوف الشوارع عجقه هيك أيوة. فتلاقي مرات اذهاننا معجوقه مزحومه قوي م. من الافكار فمش عارفين نركز فكره معينه م. وبينجح الشيطان يشغلنا بالواقع والماضي عشان ما نعرفش نفكر للاجابه تفضل سبب تاني هو ان مرات يبقى عندنا خيالات واوهام غير واقعيه وغير منطقيه. م. فناس كتير عندهم أحلام يقظة أكبر من المنطق والواقع م. وعندهم مخاوف أكتر من الواقع وأكتر م. من حاجة غير غير طبيعية مرات ضيق المكان والمعيشة اللي أنا بعيشه يأثر عليا مكان بسبب عدم ذات مثلا للاجئين أو النازحين إلى بلاد مختلفة يفاجئوا مجموعات ساكنة ضوضاء تشويش برد قوي حر جديد ده كله بيأثر عليا ولاني كنت يعني كان عندي احلام لما اسافر كندا هلا الراحه لقيت الدنيا زحمه وما لقيتش الراحه اللي انا عايزها او لما اسافر لدوله من دول اوروبا اكيد هرتاح هناك وهتعامل معامله مختلفه فوجئت قوانين واوضاع والدنيا بيبعتون من مكتب لمكتب ومن مش عارف ليه في محامي وين حاجات ما كانتش مدروسه فده كله بياثر عليا كان عندي خيالات واحلام تتحقق وفوجئت ان عكسها بيتم فده بياثر عليا وبيشوش الذهن حاجه تالتة مرات كتير قوي وبالذات للمؤمنين دي انا نفسي افهم ليه ربنا بيعمل معايا كده عايز مم. افسر ليه ربنا مدخلني ال هذه الاجزاء لاحظوا معايا كلمه رب يقول ان الله ليس اله تشويش نعم وما التشويش منين تشويش من ابليس من ابليس ولما يجي ابليس ويحاول يقول لي مش انت أخ مؤمن انت مش انت ابن لله انت مش بنت لله ليش الله بيسوي معك فيك هيك ليش ربنا مدخلك في هاي الضيقه ويبعد عنه الحقائق الكتابيه زي مثلا كان ممكن للشيطان ان يؤذي يوسف في مشاعره بسبب الظروف اللي فيها الله اداله احلام حقيقيه ان الله يباركه ويكون مرفوع الوجه ومرفوع المستوى و و و وما حدث مم. عكس ما الله قال له لا. طب وربنا قال لي ان اخواتك يسجدوا لك ولا اخواتك يبعوك طب هو ربنا قال لك هتبقى حد يسجد له ولا تبقى عبد؟ مم. هو ربنا قال لك انك تتسجن ولا تبقى الابن المدلل الابن المدلل والابن المرفوع الوجه ده لدرجه ان ابوه وامه قال يعني انا وامك هنيجي نسجدوا لك يقول قول كلام منطقي نعم طب فين كلام الله؟ نفسي افسر ليه اخواتي كرهوني؟ وجد لها تفسير نفسي افسر ليه اتبعت عبد بعد ما كنت لابس القميص الملون نفسي أفسر ليه مرات فوتيفار ظلمتني رغم أني اتعاملت معاها باحترام وتقدير وتخلينا السجن ليه الساقي ليه ينسيني كل أسئلة نعم. ممكن تكون عاي... عايزين نفسرها نعم. إمتى فهم يوسف أن كل الدائرة دي ضمن مشيئة الله بعد ما فسر حلم الفرعون ووصل للعالم نعم. ولما أخواته راحوا يتأسفوا له قال لهم لا تتأسفوا أنكم بعتموني مم. إلى هنا بل لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم الله طب هو كان فاهم ده إرسالية الله لا في مضمون 105 يقول أذوا بال... بالقيد, بالقيد والحديد دخل إلى نفسه, نفسه. النفس من ضمنها دائرة التفكير نعم لكن عاوز أقول أنه في الآية اللي اقتبستها أنه الله ليس إله تشويش بل إله سلام من ناحية الثانية حتى لو مش شايفين كل الصورة لكن خطته منسجمة محكمة لخير الانسان اكيد. ده مؤكد 100% وعشان كده اذا أسلحت محاربتنا ليست جسديه mm. بل قادره بالله على هدم حصول. نعم. علي ان ادرك ان افكار الله تجاهي خير بركه سلام افكار الله تجاه اي انسان لا شر mm. الشيطان بينجح كل المصايب وكل ما يحدث حوالينا في العالم ننسبه لله. Mm. بينما الله افكاره من ناحيه خير mm. اذا كان ضحى بابنه الوحيد يسوع المسيح ليفديني يقول في رساله الله لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا معه ايضا كل شيء كل شيء م. طب يعني الله عمل هيك من اجله يبقى المفروض الله هيدخلني لظروف صعبه قاسيه الشيطان يعني. بيشوشنا علشان يبعدنا عن طبعا الله المحدود للسلام. بحاول يفهم اللا محدود، والرب يعني يجيب على هذا بيقول: لان افكاري ليست افكاركم نعم. ولا طرقي طرقكم يقول الرب. تمام فمين ممكن يفهم المحدود يفهم اللا محدود؟ مستحيل المحدود يا. يفهم اللا محدود. في اسباب اخرى تفضل هو ودي بمرات كتير بتؤدي للنسيان. يعني. في حاجه مرضيه وانا كي. مش متخصص حاجه مرضيه آه لو حد عنده اضطراب مرضي او مثلا الزهايمر بيحصل عند بعض الناس فده بيحتاج يراجع دكتور امراض نفسيه يقدر يديله علاج وادويه علشان تقدر تساعده على التركيز فده مش مجال هذا مرض, مرض جسدي كمان مرض لمرض جسدي نعم لكن بتكلم من الجانب الروحي للانسان الطبيعي اللي اللي مشوش ذهنيا بشكل منطقي طبيعي وشكل الطبيعي انه عندك حق مرات في اللي انت عايز تمر بيه لكن لو تبقى حاله مرضيه انا بفضل يروح يعرض نفسه الى طبيب متخصص مم. في هذا الامر. لكن في اسباب نفسيه القلق أيوة. التوتر الاكتئاب نعم دي كل حالات ممكن اخرج براها. ايوه فربنا سال التلاميذ ولا تقلقوا. في الاضطراب والتوتر أم لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. في وسط الاكتئاب الرب بيقول احسبوك فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. في حروب شيطانيه <applause> يبقى في حاجات نفسيه بسبب ما يحدث من حواليا وفي حروب من الشيطان فاذا نجح الشيطان ان يسيطر على اذهاننا ينسيني مواعيد الله ينسيني كلمه الرب ينسيني كل سلام ليا في المسيح يسوع فابتدي ذهني يتشوش ويبدا يدخل النسيان لان تخيل فكره مرسل يعقوب قال ان لو واحد ذو رايين متقلقل متقلق ذو رايين في جميع طرقه <applause> لا ينال شيء فلا نال شيء عشان كده الشيطان بينجح قوي ان يحط جوايا اكتر من شيء في ذهني علشان ابقى مشوش حاجة اخرى مرات العقلانية لفهم كل ما يدور في حوالينا وعايزين اجابة ليها وسمحني مرات كتير عندنا اسئلة لا يمكن لانسان على وجه الارض يعرف يجاوب عليها يعني مثلا بطرس لما شاف المسيح نزل يغسل رجلين بطرس والتلاميذ حد كان فاهم التلميذ بيعمل المسيح بيعمل ايه وبطرس رفض ان المسيح يغسل رجليه كان جواب الرب على بطرس لست تفهم ما انا اصنع الان لكنك ستفهم, فيما بعد ايه لو بطرس قفلت معاه بقى ودخل في دماغه قال له مستحيل لما تفهمني الاول بعدين اخليك تغسل رجليا هل بطرس فهم وقتها؟ لا ما كانش فهم وقتها في فيما بعد نعم. في امور في اذهاننا محتاجين ناخدها بدل ما ما تحط فينا قلق نعم. وخوف وانزعاج محتاجين نحطها عند الرب عشان نقدر نركز في اللي ربنا عايزنا نعمله ايه نعم. في امور حياتنا المنطقيه الطبيعيه عشان نقدر نركز عليها ونقدر ناخد قرارات فيها ونقدر نمشي فيها مرات حاجه خطيره قوي بسبب مشكلات الماضي ناس كتير قوي نعم. عايشين في الماضي ومشاكله وظروفه الصعبة وبعيش النهاردة بفكر بكرة مم. ومرات المشاكل ممكن تكون نجاحات يعني أنا في الماضي كان عندي كمية نجاحات كبيرة أيوة. بس في الوقت الحالي حصل لي دروب معين أو مشكلة معينة وقعت فيها فأفاجأ أني عمال أفكر ده أنا كنت ناجح ده أنا كان عندي محلات ده أنا مم. كنت بعمل وأنا كنت بعمل وهو النهاردة مش لا يأكل يام. ده انا كنت بلبس، ده انا كنت بسافر، ده انا كنت بروح، ده انا كان مر. عندي صحبة، دلوقتي حتى الوقت. من ناحية روحية الناس اللي بتعتمد على اختبارات الماضي لما كنا في هالنهضة، لما كنا في الاجتماع، بزبوط. لما كنا بنخدم، لما كنا بنعمل، وحتى خدام yeah. لظروف معينة كان خادم بيضعف كنايس م -م. وبيخدم وعنده رعاية كنيسة وفجأة حصلت لظروف معينة بقي في البيت ما عندوش خدمة، ما عندوش أي حاجة إلية مر ب... بهذه الظروف نعم يعني إيليا لما حدثت المجاعة قعد عند نهر الكريس وبعد كده قعد عند ارمله كم خدمه خدمها كم وعظه وعظها <applause> كم مؤمن زاره وافتقده ولا حاجه <applause> كان ممكن لإليا ان يمر بمرحله صعبه جدا بس لان اليا كان فاهم ما هي مشيئه الله فاليا عرف بيرتاح وما هذه المشكله. طيب رح ناخذ طبعا الخطوات العمليه للعلاج على اساس كمان نفتح الخطوط آه بعد شوي بحب اعطي فرصه كمان لكل مشاهد اذا عندك اي تساؤل آه بتحب توجهه للدكتور يوسف بخيت آه رح تكون الفرصه مفتوحه بعد آه قليل لكن ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير. أعزائي أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، أنت تشاهد برنامج ليكن نور حديثنا عن التحرر من التشويش الذهني وضيف حلقتنا الدكتور القس يوسف بخيت. أنا عارف إنه يمكن عم بسرع الموضوع قسيس يوسف. لكن بحب بس احكي للمشاهد انه ممكن تفوت على السايت مش بس تشوف الحلقه كمان تقرا عن الموضوع بالتفصيل اذا انت مهتم اكثر في هذا الموضوع تعرف عنه اكثر ففيك تقرا هذا الموضوع في في السايت ليكن نور اهلا وسهلا قسيس يوسف يعني عاوزين الخطوات اللي فيها العلاج العلاج الحقيقه بس عايز اقول قبل العلاج في جزئيه مهمه لان هقولها في الخطوات العلاجيه م. انه مرات الاجهاد الجسدي والارق الجسدي مصبحت. والشغل الاكثر من اللازم بيأثر على حياتي وبيأثر على ذهني او قله النوم ده بيأثر أيوة. على حياتي وده مهم قوي نراعيه في مقوله بقول احب اقولها لا تشعل الشمعه من طرفيها لما اشعل شمعة من الناحيتين الشمعة هتنحرق بسرعة طبعا لما ارهق ذهني وارهق جسدي وفاجئ ان انا عمال اتحرق جسديا وعمال انهار ومش مركز في حاجة مم. عشان كده اولى الخطوات قدام للمشغولين ذهنيا المجهدين جسديا اللي بيشتغلوا اكتر من اللازم بال 12 ساعة و14 ساعة اللي بيناموا قليل خلينا اقول كلمات المسيح الاله تعالوا الى موضع خلاء واستريحوا قليلا تعال خد اول خطوه خد وقت راحه والوقت راحه ادخل واهدى قدام الرب تعال بكل الامور اللي عندك اكتبها اكتب هات ورقه زي هيك وقلم واكتب كل ما هو بيدور في اذهانك لك تشويش ومش عارف توصل لقرار معين اكتب كل الامور اللي عندك على ورقه وادخل للرب واقعد معاه واتكلم معاه واحكي معاه لان الانسان الطبيعي مرات لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهاله ولا يقدر احد ان يعرفه لكن يقول حاجه جميله قوي في عدد 15 من كورنثوس الاولى اصح 2 بيقول واما الروح فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم في من احد لانه من عرف فكر الرب واما نحن فلنا فكر المسيح يعني لما ادخل قدام الرب واقعد معاه وارتاح قدام الرب واطرح كل همومي مم. وكل اثقال وكل متاعب وكل مشغوليه شغلاني وارميها قدام الرب هقدر الاقي نفسي هديت من جواي فدي اول خطوه لابد منها اذهب الى موضع خلاء واستريح وارتاح اقعد قدام الرب وارمي كل امورك عليه مم. وسلم للرب طريقك وهو يجري ده اول خطوه الخطوة الثانية وأنا في وقت الراحة يقول الكتاب توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد, لا تعتمد. يعني إيه على فهمك لا تعتمد أنا ما معرفش بكره بيحصل إيه فمرات عندي حسابات مدروسة خمسة في خمسة بتساوي خمسة وعشرين أو خمس خبزات وسمكتين ده أكل غلام صغير م. لكن ممكن دول يشبعوا خمسة الاف العقل والمنطق يقول لا لا طبعا لكن لما الـ الـ الطعام بتاع الغلام الصغير راح لايدين الرب بيفك في فكر تاني في طريق تاني خالص مختلف تماما علشان كده محتاجين ناخد وقت نروح عند الرب ولا نعتمد على حكمتنا حتى أن يقول في في سفر الامثال ثلاثه عدد سبعه لا تكن حكيما في سمع. عيني نفسك. نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر م. يبقى الخطوة الثانية كل أفكاري وأنا في موضع الخلاء بحطها قدام الرب على فهم لا أعتمد لكن أقول للرب أنا عاوز فهمك عايزك تعنى ليا الطريق اللي أنا أقدر والخطوات اللازمة علشان أقدر آخدها الحاجة الثالثة في الخطوات اللي مهمة أوي محتاج آخد وقت كافي من النوم والراحة الجسدية لأن الجسم يستعيد نشاطه ويقلل من التوتر والمخ بيستعيد نشاطه في وقت النوم وبنصح كل اللي بيسهروا بالليل ربنا خلق الانسان في النهار للعمل والليل للنوم الا اذا كان الناس رغما عن انفهم ظروف العمل لا تسمح لهم الا العمل بليلا ربنا يديلك نعمه ومعونه وهيديلك المقدره لده لكن لما يبقى شغال نهار وسهران بالليل النتيجه انا مش واخد وقت كافي للراحه الجسديه فذهني مش هيستعيد نشاطه. مم. مش هيستعيد آه نعم. تركيزه. عشان كده قال بعض الخبراء هذه المقولة بيقولوا كده الجسم السليم في النوم السليم. مم. مش بس مش النتيجة يا. النتيجة هيبقى عندي عقل سليم مم. لأن الجسم سليم بنام نوم سليم، النوم كمان في حاجه مهمة أوي ده بيزود جهاز المناعة عندي. أيوة. يعني لما باخد نوم كافي من ستة ل ساعات. أنا ب... جهاز المناعة بيعرف يهاجم اي امراض واي ميكروبات حواليه في العالم عشان كده يقول في امثال 3 24 اذا اضطجعت فلا تخاف بل تضجع ويلذ نومك يعني ايه يلذ نومك نم مرتاح وقال الرب لتلاميذه لما سهروا كانوا تعبانين وهو راح يصلي وما ادريش يصروا معاه عارف الرب راح لهم ايه الان ناموا واستريحوا بس ثمان ساعات كتير يا قسيس وانا بقول من ستة 8 ده الاحتياج الطبيعي للجسم ده الاحتياج الطبيعي للجسد ما،, ما, تنامش ست ساعات ولا ثمان ساعات وذهنك مشوش هتعمل هت... كم من الانجازات اللي هتنجزها مم. يبقى اللي اقتطعته من النوم وما اديتش راحه لجسدي انا مش عارف اركز مش عارف اشتغل مش عارف اعمل اللي انا عايزه لان لان لا لن... نايم ولا ولا شغال مم. طب لما خل... خلينا نام ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات قسم الست ساعات السبع ساعات على مرحلتين من يومك م. المهم ان جسدك ياخذ وقته الكافي م. في ايه في صفر امثال بتقول انا مش فاكر ما بس انا عارف مضمونها قوي م. يقول كده الذكي يريح جسده والغبي يكدره الذكي يريح يعني يريح جسده يدي وقت جسده الكافي اقوم الصبح مليان نشاط مليان حيويه م. مليان تركيز قادر اكمل ده يبقى محتاج اخذ وقت ونوم كافي للراحه الجسديه. حاجه مهمه قوي قوي ناس كتير قوي بيهملوها التغذيه الصحيه yeah. ولا سيما وجبه الافطار. Mm. كلنا مرات بنهمل الفطار ما بنفطرش. Nah. بينما عدم الفطور يؤدي لعدم التركيز، يعني لو واحد مش بيتناول وجبه الافطار هيلاقي معظم اليوم مش قادر يركز وهيصاب ده درب نفسك انك تفطر فطار كويس فطار هيلسي فطار صحي مش مش فطار كده اي كلام ركز على نوعيه الاكل اللي انت بتاكله ايه مش على الكميه انت بتاكل قد ايه علينا نركز على الخضروات والفواكه في اكلنا لان التغذيه الصحيه امر ذات اهميه لانه بيتعامل مع الجسد بشكل ايجابي فلو انا فطرت الصبح و... وطلعت شغلي وفاجأ ان انا عندي تفكير ايجابي، مم. اليوم كله مليان حيويه، مليان تركيز، قادر اتحرك، لكن معظم الناس بيهملوا وجبه الفطار مم. وبيكتفوا بكوبايه النسكافيه او كوبايه القهوه او كوبايه الشاي شربها وطلع من دون اي اكل، مم. والنتيجه بعد شويه بيلا نفسه مش قادر يركز. مم. عشان كده محتاجين قوي نهتم بده، فالتركيز على وجبه الفطار حتى بيقولوا لو راح اي حد راح للدكتور مم. امراض قلب هيقول له مهم أول فطار لان الفطار بيعمل على ازدياد صحه القلب تخيل أيوة. بنعمل حاجه مم. زي كده نمره اربعه في الخطوات نحاول نقلل من كميه الهموم والمشاكل اللي بتزيد من التوتر والانفعالات والغضب مم. فالانفعال والغضب بيخرجني بره دايره التركيز مم. طب لو انا عندي عندي كميه من المشكلات خد المشكلات اللي عندك خد الانفعالات بتاعتك وادخل لمحضر الرب وابدا اعلن تسبيح الرب واعمل زي ما قال الرسول بطرس ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. آه كلنا بنعرف الجسور او بالمصري الكباري. الجسر او الكبري ليه قوه تحميل. فلو انا عندي جسر قوه التحميل بتاعته 70 طن. وعدت مئات الشاحنات من 60 ل 70 ل 65 هيحصل اي شيء للجسر او الكوبري؟ لا ولا شيء لكن لو عدت شاحنه وزنها 80 طن على كوبري او جسر حمولته 70 طن ايش هيحصل؟ هذا الجسر سينهار ومن سياره واحده يعني مئات الالاف بتعدي ما, ما, ما صار شيء يلي. سياره واحده حموله اكثر منها النتيجه انهيار فتخيل لما نشيل هموم ورا هموم ورا هموم مشاكل ورا مشاكل هموم الماضي وهموم الحاضر وهموم المستقبل وعايزين نوصل لحلول النتيجه ضغط نفسي ضغط عصبي امراض جسديه ضغط بيعلى السكر بيعلى كله ده بسبب الدنيا دي فمحتاج ايه بقى لا محتاج ادخل لمحضر الرب ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني, يعتني بكم فعل احدهم وقال الله لما خلق الانسان خلقه حموله هم يوم واحد فتخيل احنا هموم امبارح وهموم النهارده وهموم بكره يأ. النتيجه انهيار تعب يكفي, يكفي اليوم شره يكفي اليوم شره طب وهم اليوم ده النهارده الملقين شفت هم اليوم الواحد مم. مش هموم الدنيا هم يوم واحد ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم مم. عزيزي المشاهد خليني اقول لك كلمه مهمه قوي يا من تعاني من ضغوط وهموم ومشاكل وعمال تفكر لا عرفت تنام بالليل ولا عرفت تنام بالنهار ولا عارف تبلع ريقك ولا ولا عارف وتلاقي الضغط بيعلى والسكر بيعلى وصحيا تعبان ومكتئب وحزين وقلقان ومش لاقي حد يحس بيك، خليني اقول لك النهارده ربنا شاعر بيك، ربنا بيكلمك النهارده ولكن انت غالي جدا جدا على قلبي، انت شخص مهم، اوعى تفكر ان انا مش شايفك. ده انا شايفك وشايف دموعك وشايف الامك وشايف اوجاعك. م -م. مشكلتك انك مش عايز تيجي وتقعد معايا. ربنا بيكلمك النهارده بيقول ادخل لمحضري ارمي كل اثقالك، ارمي كل اتعابك، ارمي كل قلق، كل توتر، كل خوف، حطه قدام الرب. وللرب السيد في الموت مخارج. اهدى في محضر الله وانا متاكد جدا جدا سترى عجائب ومشاكل تحل في اسرع وقت ممكن لانك طرحت كل ضغوطك واتعابك عند قدمي الرب. طيب احنا رح ناخذ كمان اكيد بعد في خطوات للعلاج اخذ مكالمة او اثنين وبنرجع مع القسيس آه يوسف خليني اخذ المكالمة الأولى من الأخت إلهام آه أهلا وسهلا إلهام أنت معانا على الهواء إلهام من مصر تفضلي أهلا بيك حضرتك يا أستاذ أهلا وسهلا أهلاً تفضلي أخت إلهام أهلا بيك بصراحة الموضوع النهاردة ده مهم جدا تشويش الذهن بس اذا سمحتوا لي عندي سؤال احب اساله اذا كان التشويش تشويش الذهن على الانسان المؤمن والانسان الغير مؤمن ان ذا سيم تايم طب انا عايزه اسال امال ايه دور ايماني في الظروف اللي زي دي؟ م. شكرا وربنا يبارك ربنا يباركك شكرا كثير يا اخت الهام فاذا يعني بوجه السؤال لل جسيس يوسف ايش دور الايمان دور الايمان انا بتكلم عنه لو هي ركزت معايا بقول ادخل لمحضر الرب انا بكلم هنا مؤمن مم. الكتاب بيقول لي في حاجتين على الخطوة الكثيره هي بلايا الصديق مم. لكن من جميعها ينجيه, ينجيه الرب وكثيره هي نكبات الشرير ويجي ساكت يبقى الصديق عنده بلايا مم. بس من جميعها ينجيه, ينجيه الرب, الرب. عنده هموم وضغوط ومشوش ذهنيا محتاجه اعمل ايه مم. لو انا شايلها بمعزل عن الرب النتيجه انا مم. بكمل في الضغط والتعب الايمان اللي الرب ادهن عنده ودي خطوه من ضمن الخطوات اللي احنا بنتكلم فيها ان انا محتاج اخد كل ده واروح للرب مم. علشان الايمان اللي جوايا هيعالج نقاط الضعف لان انا مم. كبشر محاطين بالضعف نعم. مش لان مؤمن معناها ان انا 24 ساعه شغال الروح القدس لا محاط بالضعف بينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي في لي في في, في عن الايمان بقى يقول اما الايمان فهو ثقه بما يرجى والايقان بامور لا, لا ترى. ترى الحاجه الثانيه اللي بيقولها لي عشان الهموم والمشاكل والضغط ادي الايمان مم. اللي يقولني فيه يقول لي لان نحن المؤمنين ندخل الراحه يبقى في راحه عند الرب ايوه يقول لانه لانه كما قال حتى اقسمت في غضبي لن يدخل راحتي مع كون الاعمال قد اكملت منذ تاسيس العالم. مم. عدد عشرة يكمل في رسالة العبرانيين 11 لأن الذي دخل راحته استراح هو آسف عبرانيين أربعة لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. مم. الله بعد ما خلق الكون في اليوم السابع عمل إيه؟ لا استراح. قال الله تعب. حاشا. ما تعبش لكن بيستعمل تعبير إن نفس الراحة اللي الله عايشها عاوز عايشها، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة، يعني إيه فلنجتهد؟ لأن عند عدو مش عايزني أرتاح. الإيمان ياخدني وينقلني علشان أقدر أدخل إلى هذه الراحة. فمهمة الإيمان الهموم والمشاكل أخدها وروح طب لو واحد خاطي عايش تحت ضغوطه ومشوش بقول له تعالى المسيح هو يديلك الراحة، هو يريحك من أتعابك وأثقالك. م. الفرق بين المؤمن أن عنده معونة من عند الرب، فلنتقدم بثقة. إلى عرش النعمة، لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لما مؤمن ما يدخلش العرش النعمة وعنده ضغوط هيرتاح إزاي؟ الخاطي م. محتاج، ده ممكن خاطي يجي النهاردة هو بيسمع هذه الرسالة، يقول المسيح استلم حياتي أنا تعبان، محتاج لك. يفاجأ أن الرب يريحه. ومؤمن ما خدش الخطوه دي وليه سنوات من الايمان ما يرتاحش. طيب <applause> خليني اقول لك على حاجه مهمه قوي. <applause> تفتكر معايا هاجر لما ابراهيم طردها ومعاها اسماعيل في سفر التكوين. <applause> وبعدين قربت الميه خلصت. بتعاني من مشكله وضغط وهتموت هي والولد. تركت الولد نحو رميه حجر وابتدت <applause> تصلي وتصرخ وتبكي. ربع عمل يقول وفتح الرب عيني هاجر على بئر ماء م. هي عندها مشكله ومتوتر ونتيجه التوتر والقلق والخوف بكاء ودموع والولد بيصرخ من العطش الرب عمل ايه بقى؟ فتح الرب عينيها الايمان فتح الرب عيني هاجر لتبصر بئر ماء يبقى بئر الماء موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده امال المشكله فين؟ ما كانت شايفة بالعين الروحية شايفة بالعين الروحية يا. مشاكل عندنا yeah. حلها موجود لو انا دخلت بالايمان لمحضر الله الرب هيفتح عيني على الحل مم. وهبدا اشعر بالراحه الحاجه الثانيه عندما تكثر حوالينا المشاكل والهموم انا عندي نعمه من عند الرب مم. في كل يوم نعم احدهم علق وقال ان ان بتاع امبارح ما ينفعش للنهارده بتاع بكره ما ينفعش النهاردة، فلو انا عايز نعمة للماضي بتاع امبارح ده شيء قد الغيه لا يمكن مم. صرفه وبتاع الغد شيك لا يمكن صرفه النهاردة يتصرف بكرة طب وبتاع النهاردة بتاع النهاردة أدخل لعرش النعمة هلاقي يد الرب تمتد إلى حياتي وألاقي نعمة خاصة من عند مم. الرب وتعلم أن أستقبل نعمة الله في نعم. حياتي يعني. كمان في مرات الجسد غير الروح فالمشاكل بين الجسد في كثير الأحيان لا يفهم أمور الروح القدس نعم طب مين يفهم الإنسان ويفهم الله مم. الروح, القدس. الروح القدس طب وانا كمؤمن الروح القدس يعرف امور الله ويعرف امور الانسان نعم. ولما يعرف امور الله وامور الانسان نعمل ايه بقى الروح القدس ياخذ مما للاب ويخبرنا ويشفع فينا بانات لان الروح يعين ضعفاتنا نعم. الموجوده في روميا كلمه ضعفاتنا في الاصل اليوناني يعين مشاكلنا مم. فلما ادخل انا معتمد على نعمه الروح القدس قدام الله وعند الروح القدس موجود معايا فياخذ كل متاعبي وكل المي وكل اوجاعي واروح بيها للرب مم. الاقي النتائج رائعه عايز أخذ حاجه مهمه قوي مهمة قوي من ضمن الاسلحه الروحيه اللي في افسس اصحاح 6 نعم. قال الرسول بولس وخذوا خوذه الخلاص الخلاص ليه قال خذوا خوذه الخلاص؟ مم. والخوذة الخلاص بتوضع فين؟ على الرأس، الرأس فيها ايه؟ افكارنا الذهن والفكر اشغالنا وكان خوذة الخلاص عايز حماية الرب لنا من كل حروب الشرير ومن كل الهموم الطبيعية اللي حوالينا في العالم لما ابقى لابس الخوذة وعلى فكرة أنا دخلت الجيش فالخوذة بتتعامل بشكل معين اللي بيه حتى لو جه طلق ناري في الخوذة الخوذة بتبعد الطلق بعيد م. عن ما, ما تخترقش الخوذة وتبعد الطلق بعيد عن, عن جسدي تماما أيوة. فلما انا بلبس الخوذه الروحيه فكل سهام الشرير الملتهبه اللي جايه على ذهني خصت الخلاص تحميني يبقى عندي قادر مركز وقادر اشوف الرب مم. اقول معلومه صغيره بسيطه قوي فاكرين بطرس لما نزل ومش على الميه لما أيوة. نزل بطرس ومش على الميه كان الريح موجود والعواصف والامواج كما هي كانت موجوده عين بطرس راحت على الرب صح نعم نزل مش على الميه مش على رغم الرياح نعم رغم الامواج رغم العواصف يعم. ايوه لكن بعد الحيزات بطرس بدا يعمل ايه؟ يغرق امتى بدا يغرق؟ لما عينين بطرس تحولت من عينين يسوع للميه بدا يروح ليه يعم. تركيز عيني الروحيه لو انا مركز على حضور الله جوايا وعمل الروح القدس اللي فيا انا هدوس على الهموم والمشاكل والضغوط وماشي يمشيني على مرتفعاتي لو بصيت على الضغوط والمشاكل انا هغرق فيها طيب ناخذ مكالمتين قسيس وبعدين طيب. نرجع عشان نستكمل الحديث مع بعض خليني اخذ المكالمه الاولى معنا القسيس رأفت من كندا اهلا وسهلا قسيس انت معنا على الهواء تفضل اهلا بحضرتك ربي يبارككم وموضوع الحلقه موضوع حلو خالص لكن حقيقة أنا في سؤال أحب أن جناب الأسيس يوسف يجاوب عليه يعني ماذا تعمل وما دور كلمة الله في تنقية وتركيز الذهن أيوة أيوة تفضل ما هو الدور كلمة الله في التركيز الذهني نعم وفي تنقيته في تنقيته كمان طيب يا. شكرا قسيس واتفضل ربنا برضه بركه قسيس رأفت سؤال مهم قوي ودي الجزء الاخير اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو أوكي. دور كلمه الله مم. وحياه الصلاه لان كلمه الله حيه وفعاله وخارقه الى مفرق النفس مم. لما الشيطان بيشوش ذهني بيحاول يبعدني عن الكلمه المكتوبه فلما ابعد عن الكلمه المكتوبه انا مش قادر اركز لكن لما ابدا التركيز الذهني فابدا ارجع استرد قوه الروحيه فكلمه الله لها فاعليتها ولها تاثيرها ولها سلطانها نعم فانا محتاج اضيف لان الوقت يداهمنا نعم وكنت عاوز بس اخد مكالمه كمان وبعدين ممكن نستكمل ال طيب اخد عشان أجاوب على كل أه ابو محمد لانه أبو مهند معذر إنك انتظرت كثير على الهواء أهلا وسهلا فيك، تفضل مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند، تفضل تحية محبة للأخ نزار شاهين ربنا يباركك، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو مهند كلمة بسيطة تقول ما هو المطلوب من البشر في هذا الوقت الذي نعيش فيه هذا الوقت الصعب حيث نجد في كل مكان في هذا العالم حروب قلاقل قلاقل شيطانية، ثورات إرهاب كلها قتل سفك دماء وحقد حتى أننا أصبحنا أصبحنا في لا نعرف فترة سلام أو محبة أو عدالة أو رحمة هذه كلها انتهت من العالم هذا هذه الفضائل تلاشت دفنت في الاعماق واصبحت مثل الاوهام مم. لكن لعلك تتساءل معي كيف واين نجد السلام كيف ننال هذا السلام وهذا الخلاص لان الخلاص الصوت عم بينقطع ابو مهند معذرة ابو مهند الصوت عم بيقطع طيب معذرة ابو مهند الصوت كان عم بينقطع مش مفهوم خلينا نستكمل الحديث قسيس يوسف تفضل محتاجين بما ان انا كمؤمن ابن الله انا عارفين العالم كله بيصير في قلق نعم. واضطرابات ايوه عشان كده كتب الرسول كتب داود النبي في مزمور 27 الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتع نعم فعندما تحصن بالرب مهما كانت الحروب والقلق أيوة. يجيزنا الله فيها بسلام نعم كانت هناك حروب على الفتيه الثلاثه دخلوا اتون النار نعم. كان الرب حامليهم كانت هناك حرب على دانيال دخل جب الاسود كانت حمايه الله تسد افواه الاسود. فعندنا حمايه الله وعندنا قوه الله، لكن بخطوات عمليه عشان اقدر استرد ذهني وكلمه الله لذهني محتاج اعمل عده خطوات وصلوات من اجل ذهني. اذا كان الذهن مشوش فمحتاج نمره واحد اصلي من اجل ذهن ينسى. من اجل ذهن؟ ينسى. ينسى شو بتقصد؟ شو بقصد؟ عايز انسى الماضي بكل آه. بكل ما حوى ما فيه يقول لاشعياء النبي لا تذكروا الاوليات والقديمات لا, لا تتأمل تتأملوا فيها, فيها. <applause> النهارده زي ما كان بيبقى رفض ايه دور كلمه الله في التشويش؟ انا لو ما عنديش كلمه الله اللي بتقودني لان انا اعيش في ذهن نقي انا ما كنتش هقدر اقدم الحلقه لانه مش بقدم ماده علميه انا بقدم ماده روحيه كتابيه من كلمه الرب كي. فكلمه الرب هتساعدني على التحرير فمحتاج اروح اصلي من اجل ذهني يا رب نسيني الماضي بكل ما فيه. نسيني احباطاته، الم يقل الرسول بولس انسى ما هو وراء. وراء يبقى اول حاجه محتاج اصلي من اجل ذهن ينسى ينسى ايه؟ ينسى ذكريات المؤلمه. دور على كل ما هو مؤلم او دور على كل النجاحات اللي كنت فيها وعندي مشكله معينه مخلينا عايش في, في الاحلام الورديه اللي كنت عايشها زمان ومش قادر اعيش الواقع. يعني لو يوسف قعد يعيش ويفكر أنا كنت لابس قميص ملون وعندي خدم في بيت أبويا ما كانش قدر يوصل لتحقيق مشيئة الله. مم. واجه كل هذه بجرأة وبنجاح وقدر يعدي وما كانش قاعد يفكر لا في نجاحه في بيت أبوه ولا في الظروف الصعبة اللي كان كان عينه على على الرب وكان بيواجه كل المشكلة لما راح اشتغل عبد ما فكرش نفسه بيشتغل عبد البيت ده بيتي. لما اتسجن ما اعتبرش ان السجن سجن اعتبر ان السجن ده بيته عشان كده نجح في السجن. أيوه. الى أن وصله الله لهذا الامر فنسياننا لكل ما هو من ماضي وما نفكرش فيه ونركز على اللي جاي الامر هيختلف الحاجه الثانيه محتاجين نصلي من اجل ان الرب نسينا اخطاء الاخرين مرات المشاكل ومرات الجروح بتاعه الناس ونقصان المحبه في هذه الازمنه بنحتاج حقيقي ان الرب يشفي الاعماق من جوه وان الرب ينسينا الماضي وهذا بتحتاج لنعمه خاصه طبعا وه... طب النعمه دي موجوده نعم ألم يقل يوسف بعد ما سمى ابن منسى قائلا إن الله أنساني. قد أنساني كل تعبي هل هناك مقدرة عند الله ينسيني كل المتاعب الماضي نعم ادخل للرب النهاردة وصلي من أجل ذهنك أن ينسي حمقات الآخرين حمقاتك الشخصية اندفاعاتك اللي اندفعت بيها ليش سويت هيك وعملت دين في حالك انسى كل ده لأن ده مخليك عايش حالة لا أنت قادر تعيش بكرة ولا قادر تعيش امبارح ولا عارف عايش النهاردة فلما اروح اصلي من اجل ذهني ينسيني الرب نعم هيقدر ينسيني نعم. محتاج اصلي كمان سمح في التعبير لان الله اب وناس كتير قوي عندهم صوره مشوهه عن الابوه مم. يعني موضوع الابوه الروحيه واستردادها ده موضوع مم. كبير نعم. لكن على الاقل لي رب النهارده انا عايز استرد بمعنى مفهوم الابوه الحقيقيه يعني مره بحكي عن اب بقول له يا بختك ابوك عايش لان انا بابا مات وراح كنت بحب بابا كتير جدا قال لي خده يا yeah. صدقني فعنده صورة مشوهة عن صورة الأب صورة عن, okay. عن الأب مرة yeah. بحكي مع أخت عن الله كأب قالت mm. إذا كان الله كأب أنا ما بدي في الله mm. ليه؟ لأن في صورة مشوهة mm. عن الله كأب yeah. لا أبوة الله تختلف عن أي حد no. فأي صورة مشوهة عن الأب أو مفزعة محتاجين إن نصلي للرب إن نسينا الماضي يبقى أول حاجة ذك نصلي من أجل ذهن يعمل إيه؟ ذهن ينسى اثنين نصلي من أجل ذهن لا ينسى يبقى ذهن ينسى وذهن لا, لا ينسى. ينسى تخيل معايا كم من صيلات في اذهاننا من مواقف ومن مشاكل ومن هموم في الماضي شغله دوائر الذهن لو اتعمل لها ديليت واتمسحت ما عندناش مساحه من الذاكره فضيت مرات الكمبيوتر مش بيهنج معانا لما بيتعبى الهارد ديسك بتاعه فمحتاجين نعمل ايه نمسح من الذاكره ايه. اسمح للروح القدس يمسح الماضي ويذكرك باللي جاي يذكرك بكلمة الرب يذكرك بكل مواعيد هامة من كلمة الرب مم. فصلي من أجل تذكر إحسانات الله مم. ذهنك متذكر جبار. يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل, كل حسناته حسنته. تذكر أنك أنت بطل وجبار بأس في الرب مهما كان يعني جدعون جبار بأس ولا خايف بيهرب حنطة من المديانيين مم. جبار بأس لما الرب زرع ده جوه مديان مديان اتحرر من الخوف جبار. اتحرر من الشعور بالصغر النفس إذا ينطلق ويحقق انتصارات قسيس أخذ مكالمة وبعدين okay. بحب نستكمل يعني ننهي حديثنا لأنه بعد بس أقم دقيقة خليني أخذ المكالمة من ابن الرب من فلسطين أهلا وسهلا فيك تفضل ابن الرب من فلسطين ابن الرب تفضل أنت معانا على الهواء ابن الرب من فلسطين تفضل مساء الخير قسيس مساء النور اهلا وسهلا اخيرا أقدر قدرت احكي معك حبيبي تفضل اهلا وسهلا فيك أكيد انا بدي اسالك سؤال اللي هو مش تابع للبرنامج لكن سؤال كثير محيرني اتفضل سامعني اسفيد انا سامعك اوكي السؤال هو هيك انا انسان مؤمن وبن حوالي ست سبعة اشهر يمكن سنه حلمت انه انا موجود في اوضة غميئة وقدام الدرج عالي والاوضة سوداء وعلى فجأة فجأة فتح الباب شفت نور باب كان باب حديد لونه اخضر نور بياض ما شفتش بياض من الشكل بحياتي شفت يد مدت لإلي يد مثل كم المسيح وشفت شعراته من وراء هذا الحلم محيرني جدا طيب مش عارف شو بدي اساوي أه ابن الرب إن ابن أنا... الرب خليك معي انا بحب احكي معك راح احطك اون هولد اذا ممكن تعطي رقمك انا بعد الحلقه راح اتواصل معك ممكن؟ يا يا ريت طيب ياريك. اوكي حبيبي آه بس اترك رقمك مع احد المرشدين آه نستكمل الحديث معنا دقيقتين قصيص انت بتتكلم عن الصلاة, عن الصلاه طبعا يبقى بصلي من اجل ذهن ينسى اثنين بصلي من اجل ذهن لا, لا ينسى. ينسى, ويتذكر مواعيد الله واحسانات الله وتمسك بها واصليها واعلنها امين ثلاثه بصلي من اجل ذهن نقي امم وذهن نقي والهادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله ومستاثرين كل فكر الى طاعه المسيح. المسيح. فللاسف الشديد احنا بنعاني ومؤمنين كتير بيعاني في هذا العالم بسبب عدم قدرتهم على التحكم على الخيالات الذهنيه والافكار اللي بتيجي في اذهانهم ومش قادرين يقسوها عندما نؤثرها ونأيدها باسم الرب يسوع وبقوه الدم هتتحبس جوانا ويبدا ذهننا يتنقى خلي لما تشيل كل المشغولات اللي في الذهن النتيجه نتيجه مختلفه بشكل غير مختلف بشكل غير عادي بقول اللي الرسول بولس للمؤمنين في رساله فيلبي اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هو صيت حسن ان كانت فضيله وان كان مدح ففي هذه افتكروا, افتكروا. عزيزي المشاهد ابقى على الايه دي في فيلبي اربعه اقراها وتامل فيها وفكر فيها احرص أن تهرب من كل خطايا النميمة وخطايا الكذب والخطايا الكلامية حتى لا يؤرق ذهنك حاجة تانية صل من أجل ذهن حكيم وذهن حكيم علشان نميز الأمور المتخالفة مم. الأمور المتخالفة مش دي صح ولا غلط على فكرة يا. لا دي مرات عندي سبع تمن أمور والسبع تمن أمور حلوين يا. بس إنها أمر الأفضل فيهم, الأفضل فيهم. يا. ففي إحدى الترجمات بتيجي حتى تتمكنوا من تمييز ما هو أفضل مم. آخر حاجة لأن عارف الوقت يداهمنا خلينا اقول صلي من اجل ذهن متضع امين محتاجين نتعلم الاتضاع قدام الرب ولما الرب يدينا ذهن متضع فليكن فيكم هذا, هذا الفكر, الفكر, الذي في المسيح يسوع راجع في لب اثنين من عدد 2 لعدد خمسة مش عارف كيف بدي شكرك قسيس يوسف انا عارف ان موضوع كبير وحاولنا نغطيه في هذه الحلقه وطبعا موضوع شيق ولاول مرة على فكرة لكن بحب اشجع المشاهدين على فكرة طلبت اذن من القسيس راح نحط هذا الموضوع كمان كتابة اذا بتحب تسهب وتعرف اكثر عن النقاط اللي تحدث عنها فراح تكون متاحه اون لاين انا بصلي انه الرب يحمي ذهنك وعارف بتذكر الايه للمؤمنين مثل ما قال الرسول بولس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. خلي ذهنك متجه نحو المسيح. إلى اللقاء